السلام عليكم. السلام عليكم كل اخواننا في الجزائر. حقيقة كانت المظاهرات اللي قاموا بها كل الشعب الجزائري احمد في كل الاماكن في العالم، في الجزائر اولا واخيرا، لكن في الجالية المغتربة في الخارج هنا في الولايات المتحدة قامت به واجبها الجزائري الإنساني الأخلاقي، لكل واحد لازم يوقف مع الحق ويقول كلمة حق في هذا الظلام اللي خلاو البلاد. بما يخص الإبراهيمي في آخر خرجاته، إبراهيم اسمه أخضر الإبراهيمي، هو المفروض يقول أسود الإبراهيمي لأنه تاريخه أسود. قال باللي المؤسسات تاع الجزائر راكم تقولوا رحالوا على اساس ان حتى البوليسي يرحل وحتى العساكر يرحلوا. لا يا اخي، ما تخلطش الاوراق، ما تدخلناش في دوامه. احنا كيما نقول لك غنى عنها، لما نقولوا ارحلوا انت واحد منهم، انت مسيرتك سوداء. كل ما لمست موضوع خربته. قل لي اين عملت حاجه نقول احنا صالحه في فائده العرب ولا فائده حتى الجزائر؟ عمرك ما درت حاجه فائده، تفكر غير في نفسك وعامل لي فيها دبلوماسية تاعك في الزباله. كل البلدان اللي رحت لها عشان مبعوث خربتها قطعتها تقطيعا، رجعتها إرابا بالديانات اللي كان فيها 2 ديانات، رجعت فيها 10، واللي كان فيها واحد حاكم رجعت فيها 10، واللي كانت بلد واحد قسمتها على 20,000 مرة. واش من نجاح عملته انت؟ علاه جابوك اصلا جابوك على اساس ترقد الشعب، تنوم الشعب وتعمل لها فانك دبلوماسي، ولا الدبلوماسي تاعك لم تجيب في اي مكان في العالم، وانما جاءت لتنويم الشعب الجزائري. بما انك ذكرت البوليس الجزائريين لم يذكروا في اي لحظه انهم ضد البوليس، لم يقول للبوليس ارحلوا، لكن قالوا للحكام الظالمين ومن معهم وعائلاتهم ارحلوا. العساكر لم يقولوا للعساكر انهم ابناء الشعب كذلك. فجئت بهذه الخطه وتقول انك لولا هكذا ابتدى في العراق. لا تخويف يا اخي، تخوفش الجزائريين، تي كوني با لي جزائريين، لانك اصلا ماكش عايش معاهم، ماكش عايش معاهم وما تعرفش الجزائري. اذا كنت ما تعرفش الجزائري ما تحكمش عليهم، لانك انت اصلا خبيث. كي نقولوا احنا سيربون كي سكوا معنا، بصح سمك دائما فيك راسك، تنجمش يخطيك حتى لو يقيسه يقلعوه لك من فمك يعاود يولي اترافير لي جوغ اي لي موا، يعاود يولي يسمك. انت كي نقولوا رحلوا انت واحد منهم، انت لازم ترحل، لان السرقه تاع 1200 مليار انت فيها، انت منهم، تعملها ليش انك نظيف. انت في كل في كل في كل ولايه في العالم عندك مسكن، ما تجيش تكذب على الناس. عايش لي حياه الرفاهيه في الامارات وتجي اليوم تبغي تحكم بين الشعب؟ انت لست حاكما مؤهل، لست مؤهل ممكن حتى في بيتك. هذا مقولتي لك يا سي اسود الابراهيمي. الله، السلام عليكم، والجزائر خير. وكانت مانيفستاسيون تري ريوسيت هنا في ليزاتازوني وكذلك في اوروبا، مساندة لاخواننا في الجزائر، والله يجيب الخير ان شاء الله. خلوها سلمية حتى يفهموا باللي احنا سماطة، احنا صامتين، وما نحبسوش حتى نجيبوا حقنا.
هذه هي الجزيرة. لا ما عرفتش سي مستر الأسود بالإبراهيمي. وروح بيك بع مامرة تاعك، مامرة سيتي ناجر تأسية هنا في أمريكا. وراك قاعد كلكم كلاب، ما تخدموش بلاد، تخدموا جماعة تاع جايين تكتبوا على الشعب تقولوا انكم قعدتوا مع واحد ميت. وين قعدتوا؟ صافي 3 ans قعدتوا معاه. واه صافي اليوم كذابين. هيا السلام عليكم. السلام عليكم اخواننا الجزائري. كونتينيو رانا في لابون فوا ان شاء الله يا ربي. خلوا الناس اللي تكلف تكلم مع الحكومة الفاشلة هذه اللي لازم مفروض تخرج، حتى ما لازم حتى نتفاوضوا معاهم. ناس كيما بوشاشي وجماعة اللي هما ثوريين، ثوريين باسكو علاه وقفوا ضد هذا الحكم الغاصب مدة سنين وسنين، ورغم رغم معاناة تاع بوشاشي. إلا سوفاغ افيك سو غوفرنومون، الناس اللي ما تعرفش. بس إنسان شهيد حقاني، شهيد يبغي الجزائر، يبكي على الجزائر. و سيت ان هوم دو لوا، دو قانون، سيت ان افوكا، يكوني لي لوا. باش يتلاعبوا مع هذا وكله نعم راح نجرب. هيا والله يحفظكم، الله يحفظكم ويحفظ الجيري. هذا اللي نقوله. هنا رانا، هنا رانا نساندوكم في كل مره يا ربي. ونمشي 200 كيلومتر كل سيمانه ما كاش مشكله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.